السعودية تتقدم خطوة أخرى لمحاصرة نظام الأسد. في القطيف الدور الأكبر من يتحمل؟ تباين التمثيل الشعبي يحرج اتحاد الخليج. الداخلية تخسر قضية الأكاديمي المتهم بالإرهاب. معرض الكتاب في مرمى الاحتساب. السعوديون موعودون بشبكة قطارات تضاهي أوروبا. نجم الموسيقى السعودية يأفل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الأسبوع في ساعة. حييكم، أنا إدريس الدريس، وأرحب بشركائي عادة في البرنامج، الأستاذ جمال خاشقجي مدير قناة العرب الإخبارية، مساك الله بالخير. حياكم. الأستاذ يحيى الأمير الكاتب والإعلامي المعروف، مساك الله بالخير. معنا في ضيوفنا هذه المرة الأستاذ طلال الشيخ رئيس تحرير جريدة الوطن، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. والأستاذ فهد العجلان نائب رئيس تحرير جريدة الجزيرة، مساك الله بالخير. يعتبر الموقف السعودي تجاه الدعم الروسي المطلق لنظام الأسد أحد أهم معطيات هذا الأسبوع، حيث أكد خادم الحرمين الشريفين للرئيس الروسي أن أي حوار حول سوريا لم يعد مجديا. برز الموقف السعودي الأخير تجاه الروس كخطوة أخرى في طريق محاصرة نظام البعث الحاكم في سوريا. هذه المرة أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أحد السهام من كنانة الدبلوماسية السعودية في وجه الروس، إذ أكد الملك السعودي أن الوقت لم يعد في مجال الحوار بشأن سوريا. ووفقا لما جرى في اتصال هاتفي بين الملك السعودي والرئيس الروسي ديمتري مدفيديف، فقد أكد الملك السعودي أن المملكة لن تتخلى عن موقفها الديني والأخلاقي حول ما يحدث في سوريا. وأوضح الملك السعودي في حديثه مع مدفيديف أن الأصدقاء الروس كان الأولى بهم تنسيق موقفهم مع العرب قبل استخدام حق النقض فيتو في مجلس الأمن. هذا الموقف السعودي يأتي بحسب خبراء بصورة تصاعدية للموقف السعودي منذ بداية الثورة في سوريا، فقد بدأت المملكة تحركاتها بخطاب مباشر للأشقاء في سوريا، ثم تحركت عربيا داخل إطار الجامعة العربية، حتى ذهبت بالملف برفقة مجموعتها العربية صوب مجلس الأمن. ثم كان هذا الموقف الأخير مع من يصمون في العالم اليوم بأنهم أعداء الثورة السورية. أستاذ جمال، يعني هذه المرة تكاد تكون حالة فريدة، أن يعني نعرف ماذا دار في مكالمة هاتفية، هل هي مسج؟ ما الذي يراد من وراء هذا الإعلان، المكالمة التي تمت بين الرئيس السوري وخادم الحرمين الشريفين؟ هو غضب الروسي، غضب سعودي هائل على ما يحصل في سوريا، وتحميل للروس مسؤولية ما يحصل في سوريا، لأن إصدار قرار بمجلس الأمن كان يمكن أن يسهل عملية الضغط على سوريا بأي شكل من الأشكال بما فيها الضغط العسكري. أعتقد إحنا كسعوديين يجب أن نوطن نفسنا ونستعد لمواجهة حقيقية وكاملة مع النظام السوري وربما حلفائه أيضا. اليوم الأمير سعود الفيصل في مؤتمر أصدقاء تونس وصف النظام السوري بسلطة احتلال. هذه كلمة جدا قوية. صحيح. ثم انسحب الأمير سعود والوفد السعودي من الاجتماع احتجاجا على انصراف الاجتماع نحو التركيز على المسائل الإنسانية فقط، وقال الأمير سعود أن لا حل لسوريا إلا نقل السلطة طوعا أم كرها. نقل السلطة، لم يعد مجال لأي تفاوض مع النظام، لأي مرحلة من انتقالية، لا يوجد حل إلا نقل السلطة. هو هذا الشيء الصحيح، النظام السوري حرق سفنه مع شعبه. لا أعتقد الشعب السوري مستعد أن يقبل لا من السعوديين ولا من أي أحد أي اقتراح باقتسام الطريق ما بين المعارضة والدولة أو كذا. لا يوجد حل إلا مواجهة كاملة. كيف تكون هذه المواجهة؟ لا نعرف. الحدود مفتوحة، ولكن يجب أن نوطن نفسنا كسعوديين ونستعد إلى مواجهة كاملة مع النظام السوري. أستاذ يحيى، يقول جمال أنه النظام السوري حرق سفنه كلها،
ألا ترى أيضا أن السعودية حرقت إلى حد ما سفنها في علاقتها مع سوريا ومن وحلفائها؟ العلاقة مع سوريا وحلفائها هي سفينة واحدة كبيرة فيها كل العالم، وليس فيها السعوديون فقط لوحدهم، ربما دولتين أو ثلاث هي اللي تستثنى أنها خارج هذه السفينة، لكن النظام السوري الآن لا يتمتع بأي علاقة مع ربما كل دول العالم باستثناء ثلاث أو أربع دول. لكن الموقف السعودي اللي حدث اليوم في مؤتمر تونس، أنا أتصور أنه بالإضافة لما فيه هو أيضا نوع من محاولة إنقاذ القضية السورية مما يحدث من تحويلها إلى معادلة دبلوماسية بفعل هذه المؤتمرات واللقاءات، حتى تحول الواقع السوري إلى دائرة، أصبحت الأحداث تتحرك بشكل دائري ولا تتحرك باتجاه الأمام، وهذه أزمة حقيقية. طيب أستاذ طلال، أنت إيش رأيك في هل يعني يعول على مؤتمر أصدقاء سوريا اللي تم اليوم في تونس؟ يعني أنا أعتقد أنه انسحاب السعودية أيضا هز، بالتأكيد أن انسحاب السعودية هز المؤتمر بشكل كبير. الواضح أن المملكة يعني كانت ضمن فريق، ولكن واضح أنها حاليا هي تقود الفريق ضد ما سمي اليوم من المملكة الاحتلال السوري. هي تقود العالم من حسها الإنساني وحسها الإسلامي الكبير، التدويل، تمطيط القضية اللي يحدث من روسيا ومن الصين ومن بعض الدول المساندة للنظام السوري، سواء لمصالح بيع أسلحة أو ما إلى ذلك، قاعد يواجه موقف سعودي قوي، موقف سعودي شجاع، موقف سعودي يراعي يعني الشعب السوري أولا وأخيرا قبل أي مصالح أخرى ممكن تكون من وراءها أي منفعة. طيب هل أستاذ فهد، فهد العجلان، يعني هل تمتلك السعودية أي وسائل لمثلا إعادة الروس إلى صف مساندة الثوار سوريا وشعب سوريا؟ أنا أعتقد أن روسيا على لسان ممثل خارجيتها قال أن ليس لروسيا مكان في بين أصدقاء سوريا. أعتقد أنه تلك المكالمة اللي جرت بين الرئيس الروسي وبين خادم الحرمين الشريفين كانت لشرح أو تبرير قرار روسيا بالفيتو. أعتقد أنه لو أن هناك حسن نية أو حتى إرادة روسية للمشاركة الإيجابية لوقف حمام الدم الموجود في روسيا، كان هناك ترتيب قبل الفيتو وليس شرح وجهة نظر بعد الفيتو. أعتقد الموضوع روسيا تحديدا وموضوع علاقة روسيا بالمنطقة وحتى بالعالم مرتبط قبل مؤخرا نشر بوتين، ودائما نتحدث عن بوتين روسيا لأنه روسيا بوتين مختلفة عن حتى المنهج الروسي اللي يجد معارضة في الداخل. بوتين الآن يسعى إلى إعادة العسكر الروسية أو صناعة الدفاع الروسي من جديد، ويريد أن يجعل روسيا أمام العالم بموقف القوة أو التحدي. أعتقد الرسالة خادم الحرمين الشريفين للرئيس الروسي بأن الأخلاق والقيم واحترام دماء الشعوب مقدمة هي على أيضا المصالح، هي طريق روسيا لتحقيق مثل هذا الشيء. لو تسمح لي إدريس بس تعقيب سريع، لو نستدعي الحالة الكوسوفية وحالة البوسنة، أعتقد المملكة لا تريد لهذه الأزمة السورية أن تجر إلى 3-4 سنوات مثل ما حصل في البوسنة ومثل ما حصل في كوسوفو. الروس كان لهم دور في إبطاء التحرك الدولي بالإضافة إلى الخوف العالمي أو التردد العالمي بالنسبة في حالة البوسنة وكوسوفو. أوكي. لو نأخذها ونحللها واحدة واحدة، ولن أفعل هذا الشيء، سنجد أنه لو تركنا سوريا تمضي على خطى كوسوفو نحتاج إلى 2-3 سنين ريثما تنطلق الطائرات لتقصف مقار عسكرية في سوريا. لتركيع النظام السوري ورحمة الشعب السوري. هذا حصل في كوسوفو بعد 2 سنين من المناورات السياسية، وبالتالي المملكة لا تريد، واضح أنه المملكة لا تريد هذا الانتظار، تريد أن تسرع، يجب أن نفعل شيء بسرعة، ونتوقع أنه شيء ما سيحصل ما بين المملكة وتركيا خلال الأيام القادمة. لا زالت أحداث القطيف تمثل هاجسا وطنيا بعد سلسلة من الأحداث التي خلفت قتلى وجرحى في صفوف الأمن والمواطنين، في حين تكثر التساؤلات حول الأدوار التي من الممكن القيام بها لرأب الصدع وحل المشكلة. في
في القطيف الدور الأكبر من يتحمله. مصدر أمني يرد على خطبة وصفها بالمسيسة وتحتوي على مغالطات وإسقاطات. الخطيب حسن الصفار ينكر على الدولة مواجهة الشباب ويستعرض عدداً من المطالبات. الصفار ربط وقارن ما حصل بدول المجاورة من قتل وسفك للدماء بأحداث القطيف. الداخلية تؤكد وجود أيد خارجية تحرك الشباب نتيجة لمواقف المملكة. الداخلية تعتبر ما حدث بالقطيف من الإرهاب وسيواجه بكل حزم وقوة لردعهم. أستاذ طلال، أنت طبعا كمواطن متابع مشكلة القطيف وكلنا ذلك الرجل، لكن من يتحمل الجزء الأكبر في هذه المشكلة؟ أنا خليني بس أخترك شوي، يعني أرجع شوي. الحرب على الإرهاب في المملكة ونجاحها اعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على تفاعل المواطنين مع وزارة الداخلية. هذا شيء حتى الآن ليس واضح بشكل كبير في القطيف. الحرب على الإرهاب لم تراعي قبلية ولا مناطقية ولا عائلة معينة ولا مذهبية ولا أي شيء آخر. كانت حرب موجهة ضد الإرهاب. ما يحدث الآن في القطيف، في القطيف مطالبين أهالي القطيف الأوفياء، أهالي القطيف اللي لا نشكك بأنه يعني بعض فئات من الشباب خرجت بدعم خارجي أو توجهات خارجية مدعومة لإثارة البلبلة أو ما إلى ذلك، ولكن يجب أن يعوا تماما أن عليهم دور كبير وكبير جدا أمام أمتهم ووطنهم، ومطالبين بالوقوف مع الدولة في ضد الإرهاب، الوقوف مع دينهم الذي يحتم عليهم محاربة مثل هذه الظواهر الدخيلة علينا بالإفصاح، التبليغ عن أي شيء يشاهدون، لأن هم أساس قوة البلد وقوة الداخلية في محاربة مثل هذه الظاهرات الغريبة علينا. ممتاز ممتاز. أستاذ فهد، هل هناك من يتحجج من بعض ولاة وأهالي القطيف أن أو حتى بعض من سواهم أن مشكلة القطيف مشكلة يعني تنموية، أن هناك يعني إلى حد ما إهمال أو صرف نظر عن تنمية هذه البقعة، هل هذا صحيح؟ هو أنا أعتقد قضية التنمية في المملكة حتى من خلال متابعة ما ينشر وما يكتب، إذا كان الحديث عن خدمات فيوجد قصور في مناطق غير القطيف، وتوجد مناطق متنوعة بغض النظر عن مذهبية أهلها أو حتى المنطقة. وأعتقد أن برامج التنمية الآن القائمة حاليا أخذت في اعتبارها تنمية المناطق الأقل نموا والأطراف تحديدا. لا أعتقد أن القضية التنموية، وإنما ارتباطها بما يجري في المنطقة يكشف تأثر البعض وأيضا صلات البعض بالخارج واستغلال هذا الظرف للتأثير على مواقف المملكة الآن القائمة تجاه القضايا اللي الآن أعتقد المملكة اليوم أنها تقود الركب تجاهها فيما يتعلق بسوريا أو حتى فيما يتعلق بالمحاولات الإيرانية لاختراق الخليج من خلال البحرين. ممتاز. أستاذ يحيى، هناك من يرى أن النسيج الواحد في القطيف، يعني أقصد سواء القرابة العرقية أو حتى المذهبية، أنها يجب أن تخترق بشكل أو بآخر، بمعنى أنه هذا هو ما يقوي شوكة أهل القطيف، بينما يجب أن لا يعيشوا في هذا الجيتو لوحدهم، يعني الوطن للجميع. هل القطيف فقط للشيعة؟ سؤالي، هل القطيف للشيعة فقط؟ لا، لكن هذا جزء من التفكير الذي أنا أتصور أنه يزيد الاحتقان احتقان. هناك الكثير من المناطق والكثير من المحافظات والأقاليم تجدها ربما يعني فيها مجموعة من العوائل، وتشكلها التاريخي لم يأتي بشكل منظم أو مرتب أو معدلة. فكرة الاختراق هي فكرة لتشتيت بنية المدينة، اللي أنا أتصور أن القطيف ليست لها بنية واحدة فقط، ليس كل من في القطيف أو من في المنطقة الشرقية هم من إخواننا الشيعة. لا، القطيف لا. إحنا المنطقة الشرقية يمكن صحيح، بس القطيف أنا أظن أنه النسبة الجلة والكبرى شيعة، لكن أنا ماني ضد المسألة، بس هذا رأيي يعني. أنا معك، لكن أنا أتصور أن هذا يفتح الباب لفرز حقيقي بين المواطنين الخاص وبين من يتعاملون مع الانتماء
لمذهب أنه يمثل باعثا أو محفزا لهم لهذه المواجهة. لأن السؤال هل تتوافر شروط الفعل الإرهابي في الأحداث التي تحدث في القطيف؟ أنا أتصور أنه نعم. حتى وزارة الداخلية تدير هذه الأحداث بشكل قريب من الشكل اللي تعاملت فيه مع الملفات والقضايا الإرهابية اللي كانت ب 2003-2004، والقائمة اللي أصدرتها وزارة الداخلية من شهر لبعض المطلوبين في القطيف أيضا تشير إلى أن ذات الإدارة السابقة لقضايا الإرهاب هي التي تحدث صح. الآن المسألة التنموية مهما تأخرت أو يعني التنمية مهما مثلت مشكلة لا تحل بقنابل المولوتوف. هي خلينا نتحدث حتى عن أنه يتجه مجموعة ويتجمعون أمام وزارة أو دائرة حكومية للمطالبة بحقهم، وهذا يحدث في الرياض ويحدث في جدة ويحدث في غيرها بغض النظر عن الموقف من هذا الإجراء، إلا أنه هو شكل من أشكال المطالبة والتداخل مع القضية التنموية. أنا أتصور أن رجل عاقل مثل الشيخ حسن الصفار كان بإمكانه أن يتجه إلى وزارة الداخلية، أن يتجه للديوان الملكي، وهو رجل رأينا له مواقف وحضور في مثل هذه الأماكن، وحضور وطني وإيجابي، كان بإمكانه أن يوصل فكرته، كان بإمكانه إيصال كل رسائله، وكان بإمكانه أن يتحول إلى صاحب موقف وطني حقيقي، لأن هذا هو الوقت الحاسم لصالح أبناء القطيف وبالتالي لصالح المملكة. نشوف الأستاذ جمال تعليقه في المسألة. شوف أن تعارض وتطالب وتنافح حقوقك ببيان حتى باعتصام، فأنت تظل في دائرة الشرعية حتى لو أغضبت الدولة تظل في دائرة الشرعية، لكن أن تلقي قنبلة مولوتوف وتتسلح وتخزن الأسلحة فهذه قطيعة بينك وبين الدولة. أنت الآن اخترت اختيارك، هنالك طائفة فئة بسيطة من أبناء القطيف فعلوا هذا الشيء، من أبناء الطائفة الشيعية، على أخواننا الشيعة أن يأخذوا على يدهم ولا ينجروا خلفهم. الصورة تتكرر، كثير ما يخشى أبناء الطائفة أن يغضبوا أو يعلن غضبهم على هؤلاء الطليعة المقاتلة إذا صح التعبير، حتى لا يخسروا أوراقهم لدى مجتمعهم. هذه كارثة، هذه إذن الأقلية سوف تجر الغالبية. غالبية أهل القطيف الشيعة ضد هذه الطائفة الصغيرة صحيح. ولكن اليوم اللي بيقود العملية للقطيعة هم هؤلاء الأقلية، فعليهم أن يختاروا وأن يأخذوا بأنفسهم على أيدي هؤلاء. أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. صحيح صحيح. تبغى تقول شيء باختصار؟ بس تعليق سريع على اللي أراه الآن مع تشكل رأي عام. أنا أعتقد أن انسياق الصفار لخطبة من هذا النوع وهذا الطرح هو انسياق لإرضاء فئة أخرى على حساب الحقيقة والدور. من هي الفئة الأخرى؟ الفئة الأخرى اللي الآن تريد أن تستغل مثل هذا الظرف، اللي تريد الآن أن تستغل مثل هذا الظرف لجر المجموعة. إذا مسألة شعبوية كذا أو جماهيرية إلى حد كبير. نعم. لكن ترى لا نلغي البعد السوري في الأزمة هذه. نعم. نعم. البعد السوري، البعد الإيراني موجود في هذه الأزمة، ويجب أن نلغيه ونعود إلى المواجهة القادمة، فنحن مقبلين على تحديات أكبر. الله يعين الله يعين. فاصل ثم نعود إليكم. تباين التمثيل الشعبي يحرج اتحاد الخليج. معرض الكتاب في مرمى الاحتساب. مع بداية عمل اللجنة المشكلة للبدء في دراسة وضع الاتحاد الخليجي برزت أصوات عدة تؤكد صعوبة بل حتى استحالة هذا الأمر، مبررين ذلك بعدة أسباب أهمها تباين التمثيل السياسي الشعبي بين دول الخليج. تباين التمثيل الشعبي يحرج اتحاد الخليج. ترحيب من المجلس للمقترح السعودي من تعاون إلى اتحاد. رئيس مجلس الأمة الكويتي يقول نخدع أنفسنا ولا بد من تنازلات إن أردنا اتحاد.
الدول الخليجية تتباين في مجالسها البرلمانية، والكويت ثم البحرين تتفوقان تمثيلا. مؤسسات المجتمع المدني تنشط في دول وتغيب في أخرى. تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة هدف استراتيجي ومن أولويات اهتمام المجلس. أستاذ فهد، هل صحيح أنه يعني هذا التباين يجعل من الأمر حالة مستحيلة يعني التوحد الخليجي؟ هو أنا أعتقد مجرد مناقشة إمكانية أو عدم إمكانية هو تأخر كثيرا. اليوم التحديات أصبحت أمام هذا المجلس بأن يتحول إلى اتحاد، واتحاد عاجل أيضا. اليوم أعتقد أنه قضية المفارقات ما بين نظام وآخر أو دولة وأخرى أصبحت نوعا ما كل دول مجلس التعاون هناك في حراك للإصلاح السياسي المؤسساتي، سيتكامل وسيتناغم أيضا مع هذا الاتحاد. اليوم حتى التجارب الناضجة كتجربة الكويت تواجه معضلة حقيقية، لأن الإشكالية أن أيضا حدة الديمقراطية هي ليست مجرد صندوق انتخاب. الديمقراطية هي بعد أعمق له علاقة بمفهوم ثقافي ومفهوم مؤسساتي اجتماعي أبعد من مجرد صندوق الانتخاب. أعتقد اليوم أنه مجرد هذه الأطروحات هي في الواقع تصب في اتجاه عرقلت هذا الاتحاد، اللي اليوم ليس هناك خيار أمام دول مجلس التعاون في أن تتجه. وبالمناسبة نحن اليوم أمام أحد أكثر شواهد الاتحاد في مجلس التعاون من خلال مواقفها وتنسيقها من خلال الجامعة العربية، ومن خلال أيضا قيادتها لهذا الدور اللي الآن حدث في موضوع سوريا فيما يتعلق بسوريا وما يتعلق حتى في ليبيا قبلها. طيب، على حال عندنا استطلاع نشوفه ونرجع. نحن في الخليج لغة واحدة ودين واحد، الحمد لله متفقين على في بعض معظم الأمور، بس يحتاج جهد بسيط على أساس نكمل المنظومة ودائما نكون على اتفاق دائم، مثل الحدود، مثلا يكون ما في حدود ما بيننا وبين دول الخليج، مثل الاتحاد الاوروبي ما بينهم حدود ابدا. انا من وجهه نظري اشوف ان السياسات والانظمه والقوانين الداخليه للدول مجلس التعاون ممكن هي تعيق الى مرحله او الى زمن ما او الى الفتره المقبله الى 10 سنوات، لكن احنا نتامل ان شاء الله ان تذوب هذه الاختلافات في القوانين كقياده مرض السيارات، كدول متشدده ودول متراخيه في بعض الانظمه. مع هذا الاندماج ان شاء الله القريب جدا ان شاء الله راح يعني نوجد هذا التكامل للاتحاد. نفس السعودي بتحصل عيال عمه موجودين في قطر وفي البحرين وفي الكويت وفي الامارات حتى. ما في شيء يمنع. البادره لازم تطلع من نفسنا احنا. احنا لازم نشيل النقطه هذه اللي الخليجي يرجع في يوم من الايام ان شاء الله خليجي او عربي. مفهوم الاتحاد هو لا يعني ان ذوبان دوله في دوله اخرى او انهم يكونون بكلهم نكهه واحده او لون واحد. لابد الكل يحافظ على خصوصيات لهذا المجتمع، لكن ايضا لابد من الاتفاق على المفاهيم والخطوط الاساسيه السياسيه والعسكريه والاقتصاديه. يمكن لو لاحظتوا ترى الاستطلاع يعني العينات اللي حصلت فيها واللي ظهرت فيه هي شرائح من كل مجلس التعاون الخليجي. ايش رايك انت؟ راي الناس يعني ايجابي في حدود رغبتهم في الاتحاد، فما اللي يعني ما الذي يمنع اذا جاز التعبير ان يقوم مثل هذا؟ ولكنهم ايضا يقولون بنظريه الاواني المستطرقه. تذكروا في درس الفيزياء ذلك الإناء الزجاجي إلا الماء كله فيه مستوى واحد. الاتحاد يعني هو أن تأخذ أفضل ما عند الجميع وما يتفق عليه الجميع ويتفق عليه جميعا. هذا هو مغزى الحديث الذي سمعناه عن ضرورة التماثل في المجالس البرلمانية في التشريعات. فلا دولة تحقق لها مستوى مرتفع مثلا من الحريات
لا تريد أن تنزل بذلك المستوى من أجل الدخول في الاتحاد. على الدولة الأخرى أن ترتفع بمستواها من الحريات مثلاً. دولة لديها تشريعات قضائية أفضل من الدولة باء، فلا بد أن ترتفع بتشريعاتها القضائية لتتماثل مع الدولة الأخرى وهكذا. فالاتحاد عملية صعبة جدا. أنا ذكرت نموذج وأكرره مرة أخرى، بأنه نحن في السعودية في هذا البلد الواحد عندما أردنا توحيد نظام التنمية الاجتماعية مع نظام التقاعد التقاعد الحكومي، حتى الآن الخبراء ما استطاعوا أن يوحدوا بين النظامين. فما بالك عندما تريد أن توحد ما بين أنظمة تشريعية وبرلمانية وقضائية في دول الخليج كلها، وكل دولة لديها أنظمتها المتباينة على الدول الأخرى. نشوف الأستاذ طلال هل أنا بس أنا السؤال يعني وتعليق الأستاذ جمال في الأول، هل معنى الاتحاد أنه الاتحاد في جميع الأنظمة الداخلية؟ أنا أعتقد أنه لا مناص أمام دول مجلس التعاون التحديات الخارجية سواء السياسية أو الأمنية أو ما نواجهه في العالم اليوم سوى الاتحاد. أي طرح عكس هذا الطرح هو طرح يريد إرجاعنا إلى الوراء سنين. هذا الاتحاد أو الكونفدرالية كنا نتمناها من 15 سنة من 20 سنة، توحيد المواقف أن نكون قوة سياسية. أنا أعتقد إذا كانت الإرادة موجودة، وأثق إن شاء الله تعالى أنها موجودة في قادة دول مجلس التعاون، والرغبة نشاهدها في غالبية مواطني دول مجلس التعاون، إذا كانت هذه الإرادة والرغبة موجودة لا يمنع في بعض الأنظمة الداخلية أن تكون كونفدرالية لكل دولة، ولكن نعم لكل دولة ظروفها وإمكانياتها، مع زي اللي قال الأستاذ جمال أنه نحاول نرفع سقف الحريات في الدول اللي أقل، ولكن تدريجيا بما يتوافق يعني والتطوير المنطقي الذي لا يأثر على أي دولة على حدة. أعتقد أكرر أنه لا مناص أمام دول مجلس التعاون إلا الاتحاد والاتحاد العاجل والسريع. خلينا نشوف الأستاذ يحيى. يعني إذا نركز على كلام المسؤول الكويتي، مع كل تقديرنا للتجربة الكويتية، لكن ومع كل يقيننا أيضا أن الواقع البرلماني السعودي يمكن أنه هو الأقل تمثيلا بين دول الخليج، لكني لا أريد أنا أن يكون يعني ما عندي أو الطموح البرلماني الذي لدي أنا، لا أريد للتمثيل البرلماني السعودي أن يكون مثل مجلس الأمة، مع كل احترامي وتقديري له ولمسيرتي، لأني أنا أتصور أنه مجلس الأمة الكويتي سوق أصلاً التفكير الديمقراطي والشكل الديمقراطي بنموذج غير حقيقي، بل بنموذج يعني استطاع أنه يدخل المنطقة في نوع من الزهد الحقيقي والشعبي حتى في مفهوم الديمقراطية. الديمقراطية والتمثيل البرلماني يتحرك حينما يكون الخيار حراً، ونحن ندرك أن كل العوامل هناك لم تجعل الاختيار حرا على الإطلاق، وشاهدنا الانتخابات الأخيرة الخاسر الأبرز فيها هو الكويت، والمنتصرون هم القبائل والتجمعات. خلينا نقول هذا ظرف. لو معنا واحد كويتي حيقول كلام تاني. أنا معه. أنا سمعت كويتي وتحدثت معهم، وبإمكانهم أن يقولون خلاف هذا، والمشكلة ليست في المجلس. ما نبغى نطلع على القضية الكويت لحالها يعني. أيوة. القضية ثقافية واجتماعية بالدرجة الأولى قبل أن تكون قضية سياسية. طبعا البعض ممكن يتصور أنه في هذا الكلام نوع من محاولة إعلان أنه ما في احتياج للديمقراطية. لا، هناك احتياج كبير للديمقراطية وللتمثيل الشعبي، لكن هناك شروط ثقافية على الأقل أن نقوم بفحصها. على مستوى مؤسسات المجتمع المدني، يعني لا أتصور أنه من العيب أن نقول أن السعودية هي الدول الأقل نموا على مستوى مؤسسات المجتمع المدني. هي الدولة الأقل ليه؟ نعم الدولة الأقل، وحتى على مستوى الحريات. لكن أبعيد السؤال اللي طرحه أخي طلال، هل الاتحاد يقضي علي أن أتنازل عن كل هذا؟ أنا أتصور أنه حتى داخل الدولة الواحدة، يعني لو شفنا بعض القوانين في الشارقة تختلف عن بعض القوانين في دبي، بإمكان الاتحاد أن يكون واقعا سريعا جدا، لأنه هناك حاجة ماسة له على مستوى الواقع السياسي الحالي وعلى مستوى الواقع الاقتصادي الحالي. ستستفيد بعض دول المنطقة من بعضها حتى على مستوى نمو الوعي الاجتماعي، وهذا سيحدث. يعني مثلا نحن نعطي الكويتيين نظام هيئة الأمم المعروفة نعم منكر، ونأخذ منهم مثلا نظام التعاونيات
الجمعيات التعاونية عندنا أشياء غير على حال يعني عندنا أشياء ثانية صدر كعادته السنوية يحضر معرض الكتاب وتحضر العرائض والبيانات ضد هذا المنشط الثقافي حيث استبق البعض هذه الفعالية ببيان طلبوا من خلاله بالمقاطعة والوقوف ضده. معرض الكتاب في مرمى الاحتساب. 49 واعظا يوقعون على بيان لإلغاء البرامج مثل الجنادرية ومعرض الكتاب. معرض الكتاب السابق شهد اعتراض محتسبين لوزير الإعلام وحاولوا قطع بث إحدى القنوات. متابعون يرون أن ظاهرة الاحتساب خرجت عن المألوف في فكرها وأسلوبها بالتعامل والتطبيق. جدل سنوي في معرض الكتاب وتضارب الرؤى حول الحلول. في كل موسم كتاب تلغى بعض الفعاليات بسبب ضغوط من خارج وزارة الإعلام. أستاذ يحيى، إيش رأيك معرض الكتاب جاي وستبدأ معه؟ يعني مفروض تقول لي معرض الكتاب جاي وانتبه لا تروح يا أخي، نصيحة. لا 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 لا، بس يعني يتوقع أنه يصير فيه مثلا حالة من لكل يعني لكل الزملاء، لكل إخواننا، لكل أبناء هذا الوطن ممن يرون الاحتساب بمفهومه الميداني، يعني بتصور أن إنه الكلام المناسب لهم أن نقول اتقوا الله في وطنكم، وإلا فهناك قانون سيحل كل هذا ولن يصمت القانون. بإمكانك أن تكتب في تويتر وأن تخصص لك صفحة على الفيسبوك لمقاطعة معرض الكتاب، وأن تدبج ما شئت من البيانات، اكتب خلي تطلع 20-30 بيان وقاطع المعرض. هذا لا تذهب بإمكانك أن تقاطع المعرض، بإمكانك أن تظهر في كل وسيلة إعلامية وتقول هذا المعرض أيها الناس يجب أن تقاطعوه. أما أن تنزل للميدان لتقوم يعني خلنا نقول حتى بشيء صواب ومتفق على صوابه، لكن أن تقوم به أنت بلا سلطة، فهذا سيجعلك في مناهضة أولا للناس، وفي مناهضة ثانيا للدولة. التطور الاجتماعي اللي صار في السعودية فيما مضى، وهذا شأن اجتماعي وطبيعي جدا، فيما مضى كان شكل واحد للمعرفة، ولا لا؟ هو الشكل الديني، بحكم أن المجتمع كان مجتمع بدائي وتقليدي، يعني كانوا إذا اختلفوا اثنين على مسألة يقولون هذه ما يبيلها نطوع، يعني ها كترميز له على أنه هو الشكل الوحيد للمعرفة. الآن يأنف بعض الإخوان من أن هناك أشكال جديدة للمعرفة وللفكر وللتنمية، يعني أحتاج فيها إلى نوع من الشراكة، ولا أحتاج فيها إلى سيطرة تيار دون غيري، لأن هذا غير ممكن على الإطلاق. ما دامت الأمور في حيزها النظري فهي مقبولة وطبيعية وللجميع الحرية. النزول للميدان سيحله القانون. أي تنازل يحدث أو أي تعامل بنعومة هو نوع من التشجيع الخفي. إيش رأيك أستاذ جمال؟ هذول يعني ناس مجتهدين يعتقدون أن من حقهم يعني أن يحصنوا البعض ضد مثلا بعض الروايات أو بعض الكتب، أو هل هذا من حقهم أو لا؟ طبعا مو من حقهم. في دولة قائمة، ومعرض الكتاب ما هو مشاع، منظم، في دولة قائمة لها وإمام مبايع وندين له بالشرعية، وهم يفترض أن يدينوا له بالولاء والطاعة. لكن أنا أشعر أنه في فكرة أخطر من هذا كله. أيوة. هو محاولة لفرض ما ذكروا يحيى قبل قليل على موضوع احتكار المعرفة، أنه الآن البلاد تتجه نحو الانفتاح، نحو تعدد مصادر المعرفة. هؤلاء غير سعداء بهذا الانفتاح، فيريدوا أن يضيقوا على الدولة ويضغطوا عليها حتى لا توفر، لا تفتح للشعب مزيدا من أدوات المعرفة، الكتاب، الثقافة، الجنادرية، الترفيه. يعني ما يحصل في الجنادرية يحصل في كل سوق. طب ليه ما ينزلوا في كل سوق ويقسموا الناس الرجال والنساء عن بعض؟ لماذا التركيز على الجنادرية؟ هو لما ترمز إليه الجنادرية من انفتاح على ثقافات متعددة، هي معركتهم هو أن يريدوا أن يسيطروا على الرأي الواحد، يحافظوا على الرأي الواحد وأن لا تخرج، رغم أن الفكرة أن رأيهم لن يلغى، هم رأيهم أحد الألوان التي سوف تبقى معنا ونحترمها، ولكن لابد أن نسمع إلى آراء أخرى.
ممتاز. ومرة أخرى في إطار الشريعة. صحيح. حتى لا أحد يقول لي تدعو للإلحاد وكذا وكذا. ممتاز. تعبنا منك. أصلاً هل صار من الوارد أصلاً أن يتم الحجب أو حتى الاجتهاد في معرض الكتاب، وقد صار الكتاب الآن متاح عبر الإنترنت ولا في الآيباد ولا؟ أنا كنت بتكلم عن هالنقطة حتى قبل ما تسأل. إن الآن في وقت إحنا لا تستطيع منع أي شيء، إحنا في عالم مفتوح، في عالم معلومة. أكتب أي اسم كتاب، أي اسم معلومة، كل شيء يجي، كل الروافد تجيك. أنا لا أعرف إيش سبب المطالبة بمنع. إذا كان في شيء يعتقدون أنه يخالف الشريعة، فلنطالب بأسلوب حضاري كمجتمع متطور. ديننا يحثنا على التحاور، على الرأي والرأي الآخر، على سماع الآخر. خادم الحرمين الشريفين يدعو للحوار لكل الأطياف ولكل التوجهات والأفكار. إذا كان هناك يرون بعض الكتب فيها لا سمح الله إلحاد أو ما إلى ذلك، فليطالبوا بمنع هذه الكتب بأسلوب حضاري عبر وزارة الثقافة والإعلام. نعم، عبر وزارة الثقافة والإعلام. إذا كانوا يعتقدون أن هناك اختلاط في زحمة أو شيء معين، فليطالب بأسلوب حضاري بفصل العائلات، وهذا يحدث، فصل العائلات عن أيام الشباب أصلا في أيام، يعني يحيى ما يروح في أيام العائلات وما إلى ذلك. فأعتقد في رجل معي عائلة. قال لي شوف الأستاذ، أنا قلق في الحقيقة الارتباط. أولا، معرض الكتاب تقليديا أو تاريخيا هناك إشكالات فيما يتعلق بالمحتسبين. اليوم بعد قضية حمزة كشغري من كشغر، كشغر مدينة الآن اسمها سانكيانغ حتى اللوها الصينيين في عام 45. أوكي. إذن بعد قصة حمزة كشغري كانت الإشكالية في الواقع هو ربط أيضا حتى ما يتعلق بكتب الإلحاد أو كتب الدعوة إلى الإلحاد. أعتقد أنه مثل ما ذكر الأخ يحيى، القضية تحتاج إلى حسم. وأيضا القضية الأهم، سيوجد بعض المحتسبين أو بعض من يسمون أنفسهم بالمحتسبين، لكن الخلل ليس في هؤلاء، الخلل أنه يظهر بعض رجال العلم الشرعي اللي قد يكون صوتهم مسموع ويدخلون في هذا المسار ويزيدون الاحتقان ويزيدون القضية. لكن أعتقد اليوم أنه أمام وزارة الإعلام لا شك لا أحد يقبل بكتب مخالفة للشريعة، لكن أيضا لا أحد يقبل بأن يترك الأمر على هوى كل من يرى بأن هذا مناسب أو غير مناسب. اسمح لي بس عندي بس إضافة، بس بسرعة أبشر إضافة أخيرة وإن شاء الله أنها ليست نوع من المبالغة. أنا أتصور أن هناك في جانب من البعد الحركي في عمليات الاحتساب، هناك محاولة للتشنيع على الدولة وإظهارها كراعية للمنكر، وهذه مسألة خطرة جدا. لأن القضية ليست في الإنكار على الناس، لا يستطيع أي أحد أن ينكر على الناس ما تراه أنت، أو حتى الحرام والحلال بمفهومها الخاص هي شأن الأفراد، ولا لا بمفهومها العام هي شأن الدولة. إذا سيمثل هذا عدوانا، هنا تأتي وظيفة الدولة ويأتي وظيفة النظام. وظيفة الدولة في توفير خيارات للناس وفي حماية حق الناس في الاختيار، إذا لم يكن هذا الاختيار يمثل عدوانا على نظام أو على قيمة أو على شرع. أستاذ طلال بسرعة، أنا أقول بس للأخوان المحتسبين، نحن جزء منكم وأنتم جزء مننا، يعلم الله أننا لا نختلف، كلنا مسلمون، نحن نحبكم. أنت عدل لأنك من آل الشيخ. بالتأكيد. عندك يعني حصانة. بالتأكيد. لا، أنا اللي أدعوهم إليه أدعوهم إلى تطوير أساليبهم لتواكب العصر، لتواكب أفكارنا، لتواكب شبابنا اللي تعود على القراءة والاطلاع، لتعود على فكرة التحاور فيما بيننا. نحن نشجع الاحتساب المنضبط، الاحتساب الذي لوجه الله، الذي لا يضر البلد ولا الشعب ولا الناس ولا المسلمين. ولكن بعض الاجتهاد يعني. نعم، أنا أدعوهم إلى مفهوم جديد للاحتساب، أو بالتأكيد هو ليس مفهوم جديد، ولكن لتغيير الآلية. ليس كل شيء بالعصا والمنع وما إلى ذلك، لا، نحن الآن في عصر الفكر. هذا كان سابقا، أسلوب الترهيب يمكن سابقا يجدي أكثر، ولكن الآن الترغيب وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. لحظة يا أستاذ، الوقت ضاق. نعم، لكن في محور يستحق لو أثر نثيره هنا، وهو الهجمة على الصحافة. الآن عندنا رئيس تحرير ونائب رئيس تحرير موجودين، في هجمة منظمة من هذا التيار من أجل إلغاء تأثير الصحافة على المجتمع. ما تلاحظ الخطب التي ألقيت التي تقول الصحافة مختطفة؟ هم يريدون أن، لأن الصحافة أحد مصادر التلقي، هم يريدون أن يحتكروا قدرتهم التلقي، يعني يريدوا أن يكونوا فقط هم المصدرين للرأي. هذا لا يمكن أن يكون. ما عندي، معليش أنا أستاذ، ما أقدر والله أشغلني أنا المخرج. فاصل ثم نعود إليكم.
معرض الكتاب في مرمى الاحتساب. نجم الموسيقى السعودية يأفل. أهلا وسهلا بكم الجديد. خسرت وزارة الداخلية قضية تهمة الإرهاب ضد الأكاديمي السعودي سعيد بن زعير الذي تم تبرئته على نحو حقق في واقع الأمر للقضاء السعودي مساحات واسعة من الحديث حول استقلاليته. الداخلية تخسر قضية الأكاديمي المتهم بالإرهاب. المحكمة الجزائية حكمت ببراءة المتهم الأكاديمي. قدم المدعي العام البينة ولم تكن المحكمة مقتنعة بها. اعتقل الأكاديمي عام 1415 للهجرة، وبعد 9 سنوات أفرج عنه ثم اعتقل. المتهم كان يترافع عن نفسه وكان يعد مذكرات الدفاع. القاضي يعلن قفل باب المرافعة بعد الحكم. أستاذ جمال، الحقيقة قضية بن زعير أثبتت في ظني وفي ظن تأكد كثيرين أن القضاء يعني يعيش حالة من الاستقلالية. هل أنت مع هالأمر؟ نعم. أن تخسر وزارة بحجم وزارة الداخلية قضية تجاه واحد يعني كان متهم. صحيح. الداخلية خسرت ولكن المملكة كسبت، والقضاء السعودي كسب، والشعب السعودي كسب من هذه القضية. والداخلية يمكن أن تكسب من جديد لو تجري تحقيق. كيف حصل هذا الخطأ؟ كيف يمكن للمدعي العام أن يخطئ في حق مواطن ويتهم اتهامات لا ترقى إلى حجم الإدانة فيقضي بعضا من عمره في السجن؟ ففي حاجة إلى شفافية، في حاجة إلى تحقيق نزيه تقوم به الداخلية فيما حصل. أكيد أنه هذا سيتم على حال. تأكيد على الموضوع أنه تم حتى قفل باب المرافعات، يعني بما يؤكد أن القضية يعني محسومة لصالح بن زعير. بالتأكيد تم قفل باب المرافعات حسب ما سمعنا، أنه خرج فعلا من السجن. أنا أعتقد اليوم يقولوا عاد إلى بيته. هذه الأنباء اللي وردت حتى الآن، هذه ليس المتهم الأول بالإرهاب الذي تثبت براءته أو لا يدينه القضاء السعودي. أعتقد أن هذا دليل على الحركة الطبيعية في القضاء السعودي في استقلاليته، في أن الداخلية زي ما تصيب كثيرا قد تخطئ أو قد تكون في بعض الحالات مصيبة ولكن لم تجمع الأدلة الكافية أو لم توفق فيها. هذا شيء طبيعي للقضاء، يعني فيه استقلالية تامة، وتم تعويض عدد من الناس اللي لم تثبت عليهم تهمة الإرهاب حتى قبل قضية الأكاديمي. هناك البعض تم تبرئته في قضايا سابقة، تم تعويضهم بمبالغ مالية. طبعا ليس الدليل التعويض المالي يعني عن السجن أو عن الحريات، ولكن أعتقد أنها حركة طبيعية أن هناك ادعاء وهناك قاضي وهناك محاكمة وهناك أنظمة يجب أن تسود، وعدل يجب أن يسود في النهاية. ممتاز أستاذ يحيى، هذا يعني أيضا قضية بن زعير مرة أخرى مؤشر على أن قضية الموقوفين يعني تسير في الاتجاه السليم، يعني هذا يرفع يمكن من معنويات الموقوفين، أهالي الموقوفين. القضايا المشابهة لهذه القضية أو اللي على الجانب يعني على الشق الآخر منها واللي ربما لم ما حظيت بالظهور في وسائل الإعلام، أن هناك الكثير من القضايا اللي رفعت على وزارة الداخلية من مواطنين نتيجة مثل هذه الأخطاء واستطاعوا أن يكسبوها. وبالإضافة للكلام اللي ذكره أستاذ طلال، في الشهور الماضية بلغ أو تجاوز عدد التعويضات قرابة 30 مليون ريال لحالات يسيرة جدا، هذه معلومات من الداخلية. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أولا أنه يريحنا كثيرا من الدخول في جدال حول استقلالية القضاء السعودي، ويجعلنا في مواجهة أن الداخلية ستكسب قضية وستخسر قضية، مثلها مثل وزارة الصحة، مثلها مثل وزارة الزراعة، مثلها مثل غيرها من الوزارات. الجانب الثاني الذي يمكن الخروج به من هذه القضية أن الوزارات السعودية ربما تختلف في نشاطها
وفي الدوائر التي تهتم بها، لكنها لا تختلف احتكامها إلى القانون العام الذي يجمعنا جميعا، وهذه مسألة إيجابية. من وجهة نظري أنا أنها تشير إلى حالة من النضج المستمر في المؤسسة العدلية السعودية، وتشير أيضا إلى نوع من الوعي الجديد بـ 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 بالمواطن بشراكته مع مختلف القطاعات، وتشير في النهاية إلى أن الاستقرار القادم فعلا هو من خلال المؤسسات والأنظمة والقوانين الواضحة. ممتاز. أستاذ فهد، كيف أنت كيف تقرأ هذه القضية، قضية خسارة وزارة الداخلية لقضيتها في مواجهة بن زعير؟ هناك مثل ما قال الأخ يحيى، هناك قضايا كثيرة سواء لوزارة الداخلية أو غيرها، وحكم لصالح الجهة الأخرى وحتى أمام شخصيات طبيعية واعتبارية كبرى. أعتقد اليوم أنه أيضا نحن بحاجة إلى أن نستفيد مما حدث في توسيع دائرة الإنصاف. أعتقد أنه كان هناك موجة من الكتابات وموجة من ممن يريدون أن يجعلون القضاء السعودي غير مستقل، وأنه قضاء غير نزيه في تعاطيه مع مثل هذه القضايا أو غيرها. أعتقد اليوم أنه ما حدث هو إشارة وإضاءة تجعل مثل هؤلاء يعودون إلى الصواب، ويعودون إلى أنه هناك ليس هناك شيئا كاملا بالمطلق، ولكن أيضا قضية التشكيك المطلق لا تقل خطورة وفداحة، خصوصا ونحن الآن في مسيرة إصلاح تسير وبحراك إن شاء الله ننتظر ثماره في القريب العاجل. من أهم تصريحات هذا الأسبوع هو ما صرح به رئيس مؤسسة سكة الحديد عن أن هناك 3 سنوات كافية تنافس خلالها السعودية أوروبا في شبكة القطارات، فكيف يكون ذلك؟ السعوديون موعودون بشبكة قطارات تضاهي أوروبا. مؤسسة سكك الحديد: خلال 3 سنوات سيكون هناك قطارات بملامح أوروبية. التصريح لقي ردود فعل واسعة، خاصة مع ضعف البنى التحتية وتعثر غالبية المشاريع. ندرة في الدراسات حول جدوى القطارات وأهميتها، وخصوصا في الرياض وجدة والشرقية. تقارير بين نفي وإثبات حول إدراج قطار الرياض ضمن مشاريع الموازنة. أستاذ يحيى، إيش رأيك؟ يعني دائما إحنا نسمع أصلا وعود وإعطاء فترات زمنية لتنفيذ المشاريع، ثم تمر الفترة ولا نرى مثل هذا. والله يا أخي هذا التصريح يعني يخلي كل مواطن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني في البداية على مستوى المنطق التنموي للمشروعات، ما حد طلب منك أنك تنافس أوروبا ولا تنافس لكندا، ما بهذه منطقة التحدي. يعني هل تتوقع أنت كمسؤول أنك لما تقول بتنافس الصين ولا بتنافس مثلا أي بلد من البلدان أنه هذا هو يعني العنوان التنموي اللي أنا مطمئن بالنسبة لي كمواطن؟ مثل هذا التصريح يزيد المواطنين زهدا بل وتكذيبا لمشروعاتنا. أنا سأنتظر هذا الوزير، وأتمنى الله تعالى أن يمد في عمرنا 3 سنوات، مش فقط يعني 3 سنوات طبعا، لكن إنه أكثر إن شاء الله. لكن إن شاء الله بعد 3 سنوات جهز مقال في برنامج من البرامج، لا يعني سنلتقي وسنقارن بين محطة في فرنسا ولا في بريطانيا بناء على كلامه، وبين المحطة اللي من القصيم إلى البداية، ومن البداية إلى الغاط، ومن الغاط إلى المجمع. إيش وش ننتظر؟ خلينا نشوف الأستاذ طلال. والله شوف، هذا التصريح زي بعض الاستفتاءات، يعني زي في استفتاء قبل فترة من مطار الملك عبد العزيز من أفضل مطارات العالم خدمة. يعني هذه تصريحات، يعني إحنا واقعنا وين؟ إحنا خط واحد القطار، خدمة سيئة، حتى الحوادث ما تخلى منها، حتى حوادث بعارين ما افتكينا منها. تبغى توصل اللي مختل بعير، اللي مختل بعير طبعًا. أيوة. لا، هذا نوع من 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 التلاقع الحضاري السعودي، البعير والقطار. يعني أنا سألي بس، المسؤول يرضي من بمثل هذه التصريح؟ هل يعتقد إنه يرضي المواطن؟ لا أعتقد أبدا. هل يحاول إرضاء المسؤول الأكبر أو يصور نفسه بأنه قاعد يسوي شيء؟ يعني في شيء بالعقل والمنطق؟ قطارات أوروبا في 3 سنوات من الصفر حنتعدها أو ننافسها؟
بما لا يليق. ايوه خلينا نشوف الاستاذ فهد. انا اعتقد انه في بعض المسؤولين وكثير للاسف في بعض التصريحات لا تستوعب اثر الاعلام او طموحات وتطلعات المواطنين. اعتقد انه في السابق كنا نسمع الكثير من هذه التصريحات وتمر مرور الكرام. اليوم انا مشفق على صاحب التصريح حتى لإشكاليتين. اولا لان سقف الطموحات ارتفع من في كلامه يعني في كلامه وفي حد الوعود تجاه هذا الموضوع. والامر الاخر اننا لا نزال نشهد الان قصور في خط الرياض الدمام وقصور للاسف شنيع جدا. نتمنى ان تكون هذه مستوى الطموحات وان يتم العمل عليها فعلا بشكل حتى لو لم يكن 3 سنوات. طيب واستاذ جمال طبعا انا اعتقد انه لم يوفق في صياغه التصريح وانما اراد ان يقول اننا خلال 3 سنوات ستكون هناك شبكه قطارات جيدة. خلاف جيده الى حد ما او عريضه المنافع خلاف ما كان عليه القطار بين الرياض اقتصاره بين الرياض والدمام. ايش رايك انت يعني جيد ان يكون هناك شبكه قطارات لكن التصريح ما في شك انه كاريكاتير يعني 100%. يعني انا كمواطن سعودي انا اتقاعد في المدينه المنوره بعد 6 سنين 7 سنين يرضيني لو توفر قطار من جده للمدينه بعد المغرب كل يوم بعد الفجر كل يوم. سوف اكون سعيد وسوف اقبل راس معالي الوزير لو حقق هذا الشيء لي كمواطن وغيري من المواطنين في المدينه وجده الذين يريدوا ان يرتحلوا من المدينه او المدن الاخرى. اعتقد بعض المسؤولين بالفعل بحاجه الى موظفي علاقات عامه جيدين. هذه التصريحات موظفين انهم يحترمون الناس سيئه. هذه التصريحات بالفعل تفقد الناس تعطيهم الزهد في تصريحات المسؤولين وبامكان اي صحيفه انها تجمع أخطر أو أعجب 10 تصريحات في هذه السنة. وبالفعل في تصريحات كثيرة أذكر منها مثلا وعود أنه ذلك المشروع أو هذه المدينة الاقتصادية سوف توفر 50,000 وظيفة. يخلون علينا قضايا بعدين ونغرم صحيح. فاصل ثم نعود إليك. شوف نجم الموسيقى السعودية يأفل أهلا وسهلا بكم من جديد. أشهر الموسيقيين السعوديين طارق عبد الحكيم في ذمة الله حيث أوري جثمانه الثرى بعد مسيرة حافلة بالوطنية والموسيقى والإنجازات. لنتابع التقرير التالي. ودع السعوديون صاحب السمفونيات 10 وصاحب العقود 7 في صناعة نكهة سعودية خالصة يتذوقها العرب والغرب بكثير من الإعجاب. هذا الأسبوع حمل خبراً سيئاً عن وفاة رمز الموسيقى السعودية وأيقونتها طارق عبد الحكيم. طارق الإنسان الذي توقفت به الحياة عند عامه 91 هو ذاته طارق الفنان المبدع، فإنسانيته وموسيقاه وجهان لعملة ظلت تعادل قرناً من الجمال والفن. طارق عبد الحكيم برحيله تبرز إنجازات لا تعد ولا تحصى، فهو عراب فرقة الإذاعة والتلفزيون وهو الأب الروحي لعمالقة الفن السعودي، إذ ستظل روحه تحوم حولنا بأكثر من 300 أغنية غناها له كثيرا من الفنانين والفنانات. ومنذ نعومة موهبته ساهم في تأليف مارشات عسكرية وتطوير وتوزيع النشيد الوطني الذي وضع ألحانه المصري عبد الرحمن الخطيب. كان من أهم إنجازاته عندما حاز على جائزة اليونسكو الدولية للموسيقى من المنظمة العالمية للمجلس الدولي للموسيقى كسادس موسيقي عالمي يحصل على هذه الجائزة. الله يرحم طارق عبد الحكيم. في تأبينه ماذا يقول جمال خاشقجي؟ الجميع يقول ليتنا كرمناه. أنا أستحضر صورة إبراهيم خفاجي الله يموت في عمره قبل وفاة طارق عبد الحكيم بأسبوع في ذلك الحفل الجميل اللي حضره سمو الأمير مقرن وغنى فيه محمد عبده وآخرين بأجمل ألحان إبراهيم خفاجي. كلماته متأكد إبراهيم خفاجي هو جالس وبعد ما راح البيت كان أسعد رجل
وهو يرى أبناؤه ويحتفلون به. متأكد طارق عبد الحكيم لو فعلنا نفس الشيء معه لكان ممتنا لنا جميعا. صحيح. أتمنى على معالي وزير الإعلام أن يعيد إحياء مسرح التلفزيون من جديد لكي يستحضر الشباب ويروا الشباب السعودي ذلك الفن الجميل الذي كان في تلك الأيام. ويجب أن يكرم من الأحياء من بقية من الأحياء من خلال مسرح التلفزيون. صحيح. لو يعاد من جديد. صحيح. أستاذ يحيى في عندك كلمة في هذا الخصوص. الله يرحم الفنان الكبير طارق عبد الحكيم، فات التكريم الآن يفترض أو من يعني بالتعويض الحقيقي هو أننا بعد فترة نشاهد إنشاء مؤسسة طارق عبد الحكيم للموسيقى أو دار طارق عبد الحكيم للموسيقى، لأن ما قدمه يستحق فعلا هذا الاحتفاء، وتجربته حتى على المستوى الشخصي كان فيها الكثير من الأمور الإيجابية لتستحق الإشادة. الله يذكر الأستاذ طارق عبد الحكيم. لم يبق لي إلا أن أشكر الأستاذ طلال الشيخ رئيس تحرير جريدة الوطن، والأستاذ فهد العجلان نائب رئيس تحرير جريدة الجزيرة، وشركاء المعتادين الأستاذ يحيى الأمير الكاتب الإعلامي المعروف، والأستاذ جمال خاشقجي مدير قناة العرب الإخبارية. وشكر موصول إليكم مشاهدي الكرام، نلتقيكم الأسبوع القادم، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.